كان يا مكان، حصان أسود أثبت للجميع بأن المستحيل ممكن، بأن الجميع يقف لخدمة المنتخب مهما تغيرت الظروف وكانت الصعاب. صفحة التأهل طويت وأصبحت في خبر كان، والتفكير بالآسيوية واجب أكيد للمرحلة المقبلة. أنا آسف لأخواتي اللاعبين كلياتهم، لكن احنا قصرنا كاتحاد، وتشكر الجمهور السوري على مشاعره الطيبة وعلى كل التفاعل اللي فعلنا فيه، وحسينا نحن أنه نحن أولادهم وأهلهم. بحب أتشكر كل اللاعبين أول شيء، إنهم كانوا أبطال، كانوا رجال بكل معنى الكلمة، روح عالية، أداء رائع. هذا الشيء نحن بيشرفنا كسوريين، نحن هذا الشيء بنرفع رأسنا فيه. عنا منتخب اليوم بصارع كبار قارة آسيا، أنا بقول إنه هذا ما إجا من فراغ، إجا من بعد تعب، لكن تعب بظروف صعبة، ظروف قاهرة، الحمد لله حسنا نتغلب عليها. إن شاء الله استمرارية المنتخب تتم بها الروح العالية، ونحن بإذن الله بإذن الله يعني الفريق عم يتحضر لآسيا. هذا الشيء كان ما عم يمنعنا نحن انه نخوض التصفيات قاب قوسين او ادنى من تصفيات كاس العالم والتاهل. جميع اللاعبين ما قصروا بالمباراه، كلياتهم كانوا على قلب واحد، لكن اخطاء تحكيميه هي اللي اثرت علينا. كلياتهم كانوا على قد المسؤوليه، كلياتهم كانوا قد الحمل اللي كان محملنا اياه الشعب السوري. الحمد لله على كل حال، ونعتذر للشعب السوري ما قدرنا نفرحه، وان شاء الله بالقادمات باذن الله نفرحه ان شاء الله. قدمنا اداء فينا نقول رجولي، لاق بالكره السوريه ولاق بالسوريين، خلى العالم يعرف مين هو السوري، والاراده والتصميم تعلمت الناس. فيني اقول لك من خلال الرجال اللي كانوا بالملعب او اللي كانوا متواجدين، ومن خلال المحبه والالفه اللي عملوها الناس بسوريا او السوريين المتواجدين بكل انحاء العالم وقت اللي اجتمعوا. قدر الله ما شاء فعل، كنتوا رجال ورح تضلوا رجال، رفعتوا راسنا، وان شاء الله باذن الله كاس اسيا بنقدر نعود هاي التصفيات. مرحله راحت، ان شاء الله جاي احسن. بس انا لي ملاحظتين صراحه يعني، والاخ مصطفى يعني ارجو انه يتقبلوا منا ويحكي او للمعنيين كلهم انه نحن بصراحه اخر مباراه كان في معنا تاتش مع الفريق الايراني، ونحن تاهلنا على حساب اوزبكستان. هل من المعقول يعني مع صفي حكام هلا غير مع ايراني واوزبكي؟ انا ما عم بحكي انه مشان يقولوا انه الاوزبكي وايراني والاثنين كانوا طرف معنا بالمباراه الاخيره انها قبل التاهل للملحق. انا هذا يعني موضوع بضعه للمعنيين، بضعه للناس دائما المسؤولين، انه يعني في حكام. انت لو اضطريت على الملحق تجيب حكام من اوروبا، جيب حكام عشان ما تقول من هي المجموعه وهي المجموعه. يعطيكم العافية. ما قدمتموه يعتبر فخر. أنتم عملتوا اللي عليكم وزيادة. بيسوى التأهل وبيسوى حتى كأس العالم. وإن شاء الله بإذن الله هذا المستقبل لسوريا بكرة القدم. الحمد لله رجعت الفرحة للسوريين. تقدرتوا تلموا السوريين على بعضهم، نحن بحاجة هالشيء. وبمجرد وصولكم لهون نحن فخورين فيكم. كل الحب والاحترام. بس والله ملينا من كلمة هارد لك. الجايات إن شاء الله. تحية لهالشعب العظيم، الشعب السوري. سور قاسيون. انتوا لعيبة اثبتوا هذا الشيء، ونحن كثير حبيناكم خلال فترة قصيرة حسنا اندمج معكم. بدي لكم كل اللاعبين بدون ذكر اسماء، انتوا كلكم يعني شغلة مرتبة. شغلة مرتبة ستبقى عالقة في الأذهان، ستبقى تجربة خالدة للتاريخ. نسور قاسيون، حلقتم عالياً، كسبتم الاحترام أولاً، فكان الحب يحيط بكم من قبل الجميع. من رضوان، صدى الملاعب. شكراً كثير لكم.